جرى اتصال هاتفي بين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وكل من اخوانه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه الشقيقه وفخامه الرئيس محمود عباس رئيس دوله فلسطين الشقيقه وصاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبد العزيز ال سعود امير منطقه تبوك. تم خلال هذه الاتصالات تبادل التهاني والتبريكات بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك دعينا الله سبحانه وتعالى يعيد هذه المناسبه المباركه على الجميع باليمن والخير والبركات ويعيدها على الامتين العربيه والاسلاميه بالرفعه والعزه والسدد